الموضوع اللي أثار الجدل هو إن فجأة شفنا فيديو على السوشيال ميديا منتشر لراجل بيبوس رجل مراته. طبعاً أول ما نسمع الجملة دي لازم نتخض، راجل بيبوس رجل مراته صعبة، لأن اللي معروف عن الراجل اللي لازم يكون شخصيته قوية، ممكن يحب بس ما يظهرش حبه، صعب جداً يعبر عن مشاعره خاصة قدام الناس. يعني ممكن ستات كتير تقولك ده أنا بيني وبينه بيبقى حاجة تانية، لكن قدام أهله أو قدام أهلي بيبقى راجل واخد باله ودايما يقولي لو سمحتي ما تعبريش قوي ولا تقولي قوي ولا تأكليني قدام أمي ولا تأكليني قدام أهلك، خلينا نبقى شخصيتنا وقورة قدام الناس. ده اللي معروف عن الرجال خاصة الرجال الشرقيين. عشان كده كانت صدمة لما لقينا راجل بيلبس لمراته الخلاخيل في رجليها وفي الآخر بيبوس رجليها، كانت صدمة. ناس كتير اتكلمت، الفيديو فجأة عمل ملايين المشاهدات، ازاي والناس مستغربة. عشان كده خلوني اشوف الفيديو الاول ونرجع نكمل كلامنا. بس واحدة تاني واحدة تاني مش بتهان. انا في نظر نفسي غالي قوي قوي، اه فكان نفسي في انثى تقدر قيمتي وتقول لي بالحرف الواحد كده ممكن من فضلك لو سمحت تتجوزني. اه الست دي قالت لي كده، قلت له ممكن من فضلك لو سمحت تتجوزني. لا مره تاني والنبي اسمع لا اسمع، ممكن من فضلك لو سمحت تتجوزني. هو رد عليه انت قلت ايه بقى؟ انا قلت لها وربي وما اعبر تعمل لك فرح مخلي بنت اتجوزت قبل كده تحس انها فرحت ما شاء الله، ولا بنت هتتجوز بعدين هتعرف تفرح الا لو قلدتنا ومش هتعرف. زي ما انتوا شفتوا عريس وعروسه في فرحهم وطى على رجليها بسها وقال ان هو كان شايف نفسه غالي قوي وكان عايز مواصفات معينه وكان عايز الست اللي هيتجوزها تقول له من فضلك لو سمحت ممكن تتجوزني، فربنا رزقه بالزوجه اللي هي شكلها طيب ولطيف وكل حاجه ومليون مبروك ليهم. لكن هنا كان السؤال، هم نفسهم يمكن استغربوا ان فرحهم بقى ترند قوي كده وناس كتير قوي عماله تتكلم، في اللي بيشتموا وفي اللي بينتقدوا وفي اللي بيقولوا يا جماعه ايه المشكله، واحد بيحب واحدة وبيعبر لها، وفي اللي شايفين ان اللي بينتقدوا غيرانين وعندهم غيرة وحقد لان هم نفسهم يتمنوا ان اي واحدة من اللي بتنتقد انها جوزها يعمل معاها كده. اختلفت الاراء واختلفت الكلام حوالين الموضوع، وهيفضل السؤال يا ترى انت ممكن توافقي ان جوزك يبوس رجلك قدام الناس؟ انتوا شايفين ان ده فعل عادي؟ خلونا نرجع كده شوية بالزمن ايام فرح ريم وحسن شاكوش. أول ما دخلت القاعة سجدت شكر لله، ساعتها الناس بقت تقول يا للدرجة دي بتحبه، يا للدرجة دي بتموت فيه، للدرجة دي هي شايفة نعمة كبيرة فبتشكر ربنا عليها في القاعة وبفستان الفرح. وبرضو الفرح ساعتها كان ترند والناس كلها اتكلمت، لكن بعد كده كان الترند الأكبر لما حصلت الحاجات الكتير اللي حصلت بين ريم وحسن شاكوش والقواضي والمشاكل، لدرجة ان احنا شفنا في رمضان الحلقة اللي كانت مع رامز في برنامجه اللي كان في رمضان، وهي اول ما شافته اتسرعت وبقت تصوت 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 لحد ما كلنا قلنا يا ترى ايه اللي كان بيعمله لها يخليها بعد ما كانت بتسجد شكر لله تتحول بهذا الشكل وتبقى مش قادرة حتى انها تشوفه. ويجي السؤال هنا، يا ترى المبالغة في المشاعر بتخوفك؟ بتخوفك؟ يعني البني آدم اللي يبدأ دايما بالمشاعر الكتير قوي زي الراجل اللي يبوس رجل مراته والست اللي تسجد شكر لله، ده شيء يطمن ولا شيء يخوف؟ والبني آدم اللي بيحب لازم ان هو يظهر قوي مشاعره بالطريقة دي قدام الناس، طب ده بيبقى حب صادق ولا القصة في الشو وبيبقى عايز الناس تتكلم عنه؟ يعني لما ريم عملت كده كانت فعلا بتحب حسن شاكوش لدرجة انها بتسجد شكر لله وكان حب صادق من قلبها، ولا كان افتعل موقف عشان الناس تتكلم عنهم والفرح يبقى ترند؟ طب النهاردة الراجل اللي باس رجل مراته في القاعة يا ترى ده حب صادق؟ حبها بجد لدرجة ان هو بيبوس رجليها؟ يعني ممكن نفهم ان واحد بيبوس رجل امه لأنه عارف ومقدس قيمة الأم وقيمة التضحية،
الام بتدي 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 على مدار سنين العمر، فبيبقى النتيجه في الاخر ان ممكن ولد او بنت يبوس رجل امه، وممكن الولد ما يبوس رجل امه في القاع، يبوسها في البيت ويقول لك لا مهما كان، او الام نفسها تقول له لا يا حبيبي انا ما ارضاهالكش، ما ارضاش ان انت توطي تبوس رجلي. طيب دي الام، الام اللي ادت واعطت وفي بينهم مواقف كتير. لكن هنا السؤال، ايه الموقف اللي بينك وبين مراتك، او ايه المواقف اللي لحقتوا تكونوها عشان تخليك توطي تبوس رجليها ويجي لك الجراءه قدام ناس كتير جدا لدرجه ان انت ما تخافش من الناس وما تخافش من النقد؟ اسئله كتير جدا جدا جت في ذهني واكيد في ذهن حضراتكم. يا ترى اللي بيحصل ده بيبقى حب حقيقي وفعلا ده بيبقى انعكاس لمشاعر حقيقيه، ولا القصه كلها بنحب نعمل شو وترند، ودلوقتي بقى الذكي اللي يعرف يخرج من فرحه بترند الناس تتكلم عنه.